بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي مشاهدين دارسي مادة الكيمياء من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة متجددة من برنامجكم المباشر مدرسة على الهواء على قناة مصر التعليمية. إن شاء الله إحنا بنستكمل موضوع هام جدا النهاردة، وهو موضوع الحديد. إن شاء الله يعني عايزين أبنائنا وبناتنا يبقى في حالة تركيز عالي جدا لأسئلة مهمة جدا احنا هنتطرق اليها، وتكون طبعا موضع اسئلة بالنسبة لامتحان الثانوية العامة. لكن بداية دعوني ارحب بالاستاذ سامي الجزار خبير الكيمياء بوزارة التربية والتعليم. اهلا بك يا استاذ سامي. اهلا وسهلا بك يا استاذ خالد، ويا رب الحلقة تكفي اللي احنا عايزين نقوله ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في الوقت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زي ما احنا قلنا الحلقة بتاعتنا حلقة مهمة جدا جدا جدا. عايزين طبعا بقى يعني طلاب مدرسة على هواء يعني معهم بقى ورقة وقلم ويسجلوا كل الاسئلة الهامة جدا اللي احنا نقولها. لما نيجي نتكلم عن عناصر انتقالية مستر سامي، طبعا احنا قلنا ان خواص كل العناصر الانتقالية سواء هي خواص بارة أو ضاية، خواص مغناطيسية أو ملونة أو انتقالي غير انتقالي أو عمل حمض مثالية، طبعا دي كلها السبب الرئيسي في هذه الخواص غالبا وجود إلكترونات مفردة في مستوى الطاقة الفرعي دي. يبقى إذن كده بداية، أي خواص خاصة بالفلزات الانتقالية غير العادية سببها الرئيسي ان انا عندي الكترونات مفرده في مستوى الطاقه الفرعي دي. ولذلك يعني كل محور الاسئله هتبقى غالبا الى او تفسيرها الى هذه الجزئيه. في سؤال مهم جدا عندنا اساسا يتعلق بخاصيه من خواص الفلزات الانتقاليه، الماده الباره او الماده الضاية. الماده الباره الماده التي تنجذب نحو المجال المغناطيسي نتيجه لوجود الكترونات مفرده، الماده الضاية تتنافر مع المجال المغناطيسي لان جميع الالكترونات في حاله ازدواج. هنا هنذكركم باول حلقه احنا عملناها انا ومستر سامي اساسا لما قلنا ان لابد الطالب يبقى عارف يعمل ازاي تركيب الكتروني بمبدا بناء تصاعد، وخصوصا قاعده ايه قاعده هون. اول سؤال طبعا هيعرضه لنا الاستاذ سامي، بيقول اي المواد، سؤال مهم جدا، السؤال بيقول اي المواد الاتيه ضايا مغناطيسيه وايهما باره مغناطيسيه، وبعد لما تحدد مين الباره ومين الضايا رتب تصاعديا حسب العزم المغناطيسي. رتب تصاعديا حسب العزم الايه المغناطيسي عشان احل سؤال زي هو مديني بقى، مديني ايون السكنديوم موجب 3، مديني كلوريد حديد 3، ومديني ايون النحاس موجب 2. فعشان احدد الكلام ده لازم اوزع العنصر واجيب الايوب بتاعه. انا عندي السكنديوم التوزيع بتاعه AR18، وبعد كده الـ4S2 والـ3D1. حالة الاستقرار ان هو يفقد 3 الكترونات عشان المستوى الفرعي دي يبقى فارغ من الالكترونات. طبعا احنا لما بنقول 3 الكترونات ده مش المقصود بيه ان هو بيفقده، احنا عارفين ان في جهد تأين اول وفي جهد تأين ثاني وجهد ثالث وهكذا، ولكن احنا يعني مجازا بنقول هو الافضل له ان هو يفقد الثلاث الكترونات عشان يصبح المستوى الفرعي دي فارغ من الالكترونات. فهيديني السكانديوم موجب كام؟ موجب 3. توزيع الالكترون بتاعه هيبقى AR18، وهنا الـ4S هيبقى فارغ من الالكترونات والـ3D يبقى فارغ من الالكترونات. خلاص كده ما جيش بقى اقول عشان الثري دي يعني هنا ما فيش عزم بقى، ده العزم بتاعه بيساوي ايه؟ صفر. تمام كده. نيجي عند كلوريد الحديد 3، الحديد عندي الاف اي 6 وايه 26، توزيع الالكترون بتاعه AR18، وبعد كده الـ4S2 والـ3D6. هو عايز حديد ثلاثي، عرفت منين؟ اهو كلوريد حديد 3 حديد ثلاثي، يبقى برضه هيفقد كام الكترون؟ 3 الكترونات عشان يديني اف اي موجب 3. هيبقى التوزيع الالكتروني AR18، بعد كده الـ4S فارغ من الالكترونات، الـ3D فيها 5 الكترونات مفرده. لكن يفضل مستر سامي وسعادتك برضه تطرقت الى ده قبل كده ان الطالب يحسبه كعدد تاكسد، لان مش في كل الحالات اما اجي اعمل ارجع التكافؤ الاصلي يديني التكافؤ.
تمام. بيدينا مثلا ايه تي اي او 2 في ثاني اوكسيد التيتانيوم. هو متدرب طبعا هو من مش هنقول ان التيتانيوم موجب اثنين، لا طبعا تمام. يبقى اذا احنا ايه زي ما سعادتك تطرقت الى هذا الموضوع احنا بس بنذكر ابنائنا ان الفريز الانتقالي اللي انا عايز اعمله تركيب الكتروني لابد ان انا احسب عدد تاكسده بناء على ما تم دراسته في العاب السابقه. تمام. عندي هنا برضو النحاس سي يو 29 التوزيع الالكتروني او التركيب الالكتروني اي ار 18 الفور اس 1 والثري دي 10 الكترونات. هو بيقول لي سي يو زائد 2 يعني هيفقد 2 الكترون عشان يديني سي يو زائد 2. هيبقى التوزيع الالكتروني او التركيب الالكتروني هيبقى اي ار 18 وبعد كده الفور اس هيبقى فارغ من الالكترونات والثري دي هيبقى فيها 9 والثري دي هيبقى فيها ايه 9. خلاص كده بقى عندي في عندي دي الاوربيتال بتاعه فارغ وعندي دي فيها 5 الكترونات مفردة وعندي دي فيها 9. التسعة دول لو انا جيت وزعتهم في الاوربيتالات بالشكل ده هيبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني عندي الكترون واحد بس. هو انا كده بيقول لي مين بارا ومين ضايا. طبعا الدي فارغ من الالكترونات يبقى السكانديوم موجب 2 ده يعتبر ايه ضايا مغناطيسية. يبقى هاجي هنا كده وهكتب ان السكانديوم زائد 2 ده ضايا مغناطيسية. الحديد الثلاثي عندي 5 الكترونات مفردة يبقى العنصر ده الايون بتاعه المركب ده الايون الموجب بتاعه بارا مغناطيسية. هنا برضو عندي فيه الكترون مفرد برضو فيه ده بارا ايه بارا مغناطيسية. يبقى انا عندي السكانديوم موجب 3 ده ضايا مغناطيسية، الحديد موجب 3 بارا مغناطيسية، النحاس برضو بارا ايه مغناطيسية. هو ما سكتش على كده، هو بيقول لي انا عايزك ترتبهم لي كمان حسب العزم المغناطيسي ترتيبا تصاعديا يعني من القليل للايه للاكبر. يبقى انا عندي اول حاجة السكانديوم موجب 3 اللي اعلى منه في الخاصية في العزم المغناطيسي هيبقى النحاس سي يو زائد 2 اللي اعلى منه هيبقى الحديد اف اي موجب كام موجب 3. يعني موجز كلام حضرتك ان انا ببص لمستوى الطاقة الفرع دي اذا كان دي زيرو او دي 10 تم الامتلاء يبقى ده عنصر غير انتقالي غير ملون ضايا مغناطيسية لانه لا يحتوي على الكترونات مفردة. ولكن اذا كان مستوى الطاقة الفرع دي بيحتوي على الكترونات من 1 لحد 9 اذا اكيد في مفرد مما يدل على ان هذا العنصر عنصر انتقالي بارا مغناطيسية وملون. ممكن الطالب يحسب بشكل ظريف جدا جدا عدد المفرد تمام عدد عشان يعمل عملية ترتيب. يعني لو في 1 2 3 4 5 خلاص هو ده كده العدد من بعد الخمسة يطلع من 10 تمام يبقى اداني المفرد على طول. يعني برضو في موضوع التركيب الالكتروني الثاني وبالذات لما سعادتك يعني شرحت هذا الموضوع بالنسبة لعناصر السلسلة الانتقالية الاولى قلنا ان كل عناصر 3 دي اقرب غاز خامل هو الارجون تمام. اذا انا اوتوماتيك احط الارجون 18 تمام. مثلا عدد ذري 21 يبقى اول رقم فور اس وتاني سي دي على طول اوتوماتيك من غير ما انا افكر واغمى واطرح. ولكن اذا كان عندي الدي في 4 أو 9 يبقى ده كده حاله شاذه اخد واحد من الاس واحطه في الدي. طبعا ده كان الموجز بالنسبه لموضوع البارا والضايا. ولكن ننتقل برضو الى سؤال هام جدا وهو لما اقول لي ما دور فحم الكوك في الفرن العادي وموضوع الغاز الطبيعي برضو في فرن ايه مادريكس. طبعا هنحتاج من سعادتك استفادة في تفسير هذا الموضوع. وده كده السؤال التاني بتاعنا ايه هو دور فحم الكوك في الفرن العادي وموضوع الغاز الطبيعي في فرن مادريكس. مفيش امتحان بيخلو من كلمة ما دور يعني تمام. ما دور فحم الكوك ما دور الغاز الطبيعي ما دور القنطرة الملحية ما دور الحمض الكبريتيك وصفة عامة سؤال ما دور سؤال خاص بنا سؤال تمام يعني فلما يجي له سؤال في الامتحان يقول لي ما دور فحم الكوك. انا الدور فحم الكوك بتحصل فيها 3 معادلات معادلة اكسدة ومعادلة تانية اختزال وبعد كده اختزال حديد. اختزال حديد ممكن ما اكتبوش يعني انا عندي فحم الكوك اللي هو السي كربون هيحترق فيه الاكسجين عشان يديني ثاني اكسيد الكربون زائد طاقة حرارية انرجي
ده كده المعادلة الايه؟ المعادلة الاولانية رقم واحد. دي عملية اكسدة. دي عملية ايه؟ اكسدة. الخطوة التانية ثاني اكسيد الكربون بيحصل له اختزال بالكربون. يبقى انا عندي ادي الكربون او ثاني اكسيد الكربون هيتفاعل مع الكربون او بقية الفحم برضو في وجود الحرارة هيديني 2 مول من اول اكسيد الكربون. يعني جزء من الكربون تاكسد. أيوة. وتكون ثاني اكسيد الكربون الذي يختزل بواسطه الكربون الذي لم يتاكسد. أي الله يفتح عليك ويديني اول اكسيد الكربون. تمام. خلاص. ممكن الطالب يقف لحد هنا، انا بقول له كمل، يعني اكتب بالمره معادله الايه الحديد، وممكن يقف لحد هنا. هو هيكمل. لو قال له اكتب معادله اختزال خام الحديد. لكن دي اسمها معادله انتاج العامل المختزل. وخلي بالك لازم يبقى الطالب عارف ان المصدر بتاع الغاء العامل المختزل هو فحم الايه؟ فحم الكوك. تمام. يبقى اذا في حاجه اسمها لو قال لي دور فحم الكوك، يعني انا بكتب معادله انتاج العامل المختزل، لكن لما اقول لي بقى ما هي معادله الاختزال، اذا فحم الكوك انتج ليا العامل المختزل والذي يستخدم في اختزال خام الحديد اللي عباره عن هيماتايت Fe2O3. برضو الجزء الثاني. طيب بقى الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي اللي هو بيحتوي على غاز الميثان بنسبه تصل الى 93%. تمام. يعني اكبر من ايه؟ من 90%. فانا عندي الغالب في الغاز الطبيعي اللي هو غاز الايه؟ غاز الميثان اللي هو CHA4، بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه اللي موجودين جوه فرن ايه؟ جوه فرن مدريكس. خلاص. هيديني خليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين، وده بنسميه الغاز المائي. طب عايز اوزن المعادله عشان المعادله مش موزونه. 2 3 5. يبقى انا عندي الكربون هنا 2، هنا 2، اتنين، وفي النهايه ثلاثة، وهنا كام؟ 5. تمام. الاثنين دول على بعض اللي هو خليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين عامل مختزل في فرن مدريكس. الاثنين دول على بعض اللي هم فيشر تروبش حولوه الى وقود ايه؟ الى وقود غازي. فدايما هي ايه؟ عباره عن جزر متصله مع بعض مش منفصلين عن بعض. فلو جه قال لي ما دور الغاز الطبيعي، يبقى انا هكتب له الايه؟ المعادله دي. يعني فيشر وتروبش اساسا حول ده الى وقود سائل. وقود سائل. تمام. تمام. طيب لكن انا دايما اقول للطالب ايه؟ وانت بتذاكر في حاجات صغيره كده وانت بتراجع بقى، احنا مش بنتكلم مع طالب مش فاهم، احنا بنتكلم مع واحد خلص منهجه وبنراجع معاه. وانت بتراجع ما تنساش تتك على مركبات الحديد، وانت بتراجع ما تنساش تتك على العوامل اللي بيسموها ايه؟ العوامل تتوقف عليها صلاحيه الخام اقتصاديا. وانت بتراجع ما تنساش تاخد خطوات الايه؟ خطوات استخلاص الحديد من ايه؟ من خامات. هو الطالب ولكن كل احنا بنتك على الحاجات الايه؟ التكات الهامه جدا. طيب برضو من الاسئله الهامه جدا واللي ما فيش امتحان ثانويه عامه بيخلو منها، يقول لي كيف تحصل على كذا من كذا؟ تمام. طبعا تحويلات الحديد او هذه النوعيه بتعتمد على طالب هو دارس خواص الحديد ودارس اكسده الحديد وعارف ان ازاي بنحضر اكسيد حديد 2 او اكسيد حديد 3 او اكسيد حديد مغناطيسي والعلاقه بين اكسيد الحديد سواء كان بالاكسده او بالاختزال. بدايه اكسده اي اكسيد من اكسده الحديد بتعطي اكسيد الحديد 3. ليه؟ عشان هو ده اساسا اللي بيعتبر الاكسيد الثابت. يعني لو اكسدنا اكسيد حديد 2 لن يعطي اكسيد حديد مغناطيسي، يعطي 3. طب ليه يا ابني؟ الله، لان اكسيد حديد 3 ده عباره عن الاكسيد الازلت. طب ازلت ليه؟ لان الديب يحتوي على 5 الكترون. تمام. وان النظره تكون اكثر استقرارا، اي اقل طاقه، عندما يكون الدي نصف ممتلئ او تام الامتلاء او ايه او فارغ تماما. يعني اول سؤال هنعرضه النهارده لحضراتكم، كيف تحصل على اللي هو كلوريد حديد 3 من اكسيد حديد مغناطيسي؟ على ما اظن يا مستر سامي انا دايما هي عايزه استراتيجيه بالطالب. بالظبط. انا عايز يعني عايز حرفنة. عايز اعرف من سعادتك مفاتيح التعامل في مثل هذه النوعيه. يعني بقول لك كلوريد حديد 3 من اكسيد حديد مغناطيسي، يبقى الطالب ازاي يفكر عشان يحل هذه التحويله؟ هو دايما انا اقول للطالب حط في دماغك الثلاث اربع معلومات دول. تمام. ان الحديد لما سخنه لدرجه الاحمرار. ايوه كده. امتعنا يا باشا. امتعنا. لما الحديد نسخنه لدرجه الاحمرار واسيبه في الهواء او اغمسه في الميه، ماشي، او يتفاعل مع بخار الميه، يديني اكسيد حديد مغناطيسي. يعني تعتبر ايضا طرق تحضير اكسيد الحديد المغناطيسي. يبقى انا اول معلومه تبقى ثابته في دماغي ان الحديد
لما سخنه لدرجه الاحمرار ويتحد مع الاكسجين او بخار ميه بيديني اكسيد حديد مغناطيسي. اكسيد الحديد المغناطيسي ده خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. لو انت اكسدته يتحول كله لـ3، ولو انت اختزلته يتحول كله لـ2. يبقى اكسيد الحديد المغناطيسي ده اقدر اجيب منه الحديد الثنائي والثلاثي. طب عايز منه حديد ثنائي اختزله، فانت هتحول الحديد الثلاثي اللي فيه الى ثنائي. طب عايز حديد 3 اكسده، هتحول الثنائي الى ايه؟ الى ثلاثي. هو دايما ناتج الاختزال بيتوقف على درجه الحراره. تمام تمام. اذا لو قلنا ايه، اكسيد حديد 2 اعلى منه مغناطيسي، تمام، اعلى منه اكسيد حديد 3. اكسيد حديد 3. طب اذا من اكسيد حديد 3 انزل لتحت، كل ما زادت درجه الحراره كل ما قلت نسبه الاكسجين. ولذلك يبقى الطالب عارف حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ان اكسيد الحديد المغناطيسي يتكون عند درجه حراره من 230 الى 300 درجه سيليزية باختزال الاعلى منه. اكسيد حديد 2 من 400 الاعلى منه. يعني لو اكسدنا اكسيد حديد 3 او اكسيد حديد مغناطيسي من 400 يديني اكسيد حديد 2. لو اوفر 700 احصل على ايه؟ على حديد. يبقى اذا بدايه، طيب سعادتك بقى هتقول لنا ازاي احصل على اكسيد حديد ايه؟ 2 من اكسيد مغناطيسي. اكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4. في بعض الطلبه يستسهل يقول لك انا فعله مع حمض هيدروكلوريك مركز، فيديني كلوريد حديد 2 وكلوريد حديد 3. الكلام ده مش صح، انا عايز كلوريد حديد 3 لوحده. اتنين لازم اكسيد مكتوب هنا كلوريد حديد 3. تمام خلاص كده. يبقى انا عايز احصل على اكسيد من اكسيد حديد المغناطيسي على كلوريد حديد 3. يعني انت عايز 2 ولا 3؟ ما فيش اتنين. مشكله ماشي خليها 2. يبقى احنا عايزين كلوريد حديد كام؟ 2. اول حاجه لازم احول الحديد المغناطيسي ده الى اكسيد حديد 2. طب هعمل ايه؟ هختزله بواسطه الهيدروجين او اول اكسيد الكربون عند درجه حراره من 400 الى 700 درجه مئويه. ايه اللي هيحصل؟ هيدينا FeO زائد H2O. طب عندي كام مول؟ هيبقى عندي هنا كام؟ 3 مول. يبقى انا كده جبت ايه؟ اكسيد حديد 2. هو عايز كلوريد حديد 2 وانا مغمض. اكسيد حديد 2 مع HCl يديني كلوريد حديد كام؟ 2. يبقى انا عندي ال FeO هفعله مع حمض الهيدرو كلوريك المخفف 2 مول منه، هيديني FeCl2 زائد H2O. يبقى انا من اكسيد الحديد المغناطيسي جبت كلوريد حديد 2. بعض الطلبه بتسالنا عن الحاله الفيزيائيه، فنقول الموضوع ده موضوع بسيط جدا، سهل يعني. مش صعب. بمعنى الحديد اكسده سوليد، خلاص ده حاله صلبه. نسجل بقى كده، ادي سوليد اهو، الحديد وادي سوليد اكسده سوليد. اذا اي اكسيد من اكسيد الحديد ده عباره عن سوليد. طيب لو انا عندي الحمض حمض مخفف يبقى اقوس، مخفف يعني ضغط ميه. لو عندي الحمض حمض مركز يبقى ليكويد باستثناء حمض الكبريتيك المركز، هو احنا بنعتبره مجازا ان ليكويد بس برضه هو تركيزه 98%. تمام. عشان بس الدقه العلميه يعني. اذا اي حمض مركز على طول هقول له ليكويد، مخفف كده يا اقوس. الاملاح طبعا اكيد اقوس. اذا القصه قصه سهله جدا جدا. طب انا كان عندي ناتج ميه ومفيش تسخين على السهم يبقى ليكويد، لكن لو انا عندي تسخين على السهم اذا كده اصبح الماء في حاله بخاريه فابور. صح. تمام. يبقى احنا كده لو الطالب بص معانا كده، يبقى اكسيد حديد مغناطيسي سوليد، هيدروجين غاز، اكسيد حديد 2 سوليد، الميه بخار لان انا بسخن لدرجه حراره من كام؟ من 400 ل 700. تمام. هنا اكسيد حديد 2 سوليد، حمض هيدروكلوريك مخفف اقوس، كلوريد حديد 2 هيبقى دايف في الميه يبقى اقوس، الميه ليكويد لان انا ما فيش عندي ايه؟ ما فيش عندي تسخين. طب لو قال لي انا عاوز اكسيد حديد 3 من اوكسالات الحديد 2. اكسيد حديد 3 من اوكسالات الحديد 2. طيب بالتالي في بدايات اجباريه يا مستر سامي عاوز اسمعها من سعادتك. يعني في مركبات كده لو هي بدايه عندي لابد اعمل حاجه معينه وبعدين افكر هو عاوز ايه. ممكن نعرف ان انا اكتب دايما اوكسالات الحديد 2 بصيغه بنائيه واتاكد ان هو بمعزل عن الهواء وبجيب منه الاكسيد الثنائي وبعد كده اجيب منه الاكسيد الثلاثي. طب لو انا بدايتي كبريتات حديد 2 فرضا، اسخنه تسخين شديد عشان احصل على اكسيد حديد 3. بدايتي سيدرايت،
نفس الكلام. لو صح الكلام عشان كده في سؤال مهم برضو ممكن هنقابله ان شاء الله واحنا شغالين. تمام. لو الوقت اسعفنا، ما اثر الحراره على المركبات الاتيه؟ تمام. سؤال تمام. مهم جدا. ادي عندي اوكسالات الحديد 2 COO، دي مجموعه اوكسالات، دي مجموعه عضويه، وهنا FE ده يعني ملح لحمض عضوي، ملح لان ممكن يتلاعب لفظيا مع الطالب. تمام. في السؤال اذا الطالب لابد يكون فاهم القصه ماشيه ازاي، القصه قصه فهم. تمام. اتفضل. زالات حديد 2 ده ملح لحمض ايه؟ عضوي. بعمل عمليه ايه؟ تسخين شديد، بس عندي معزل عن الهواء، عندي المعادله بتاعتي او الرابط بتتكسر بالشكل ده، هيديني اكسيد حديد 2 FeO زائد اول اكسيد كربون ده غاز زائد ثاني اكسيد كربون ده غاز. يبقى انا عندي ده ملح صلب، ده ملح صلب، ده هنا برضو سوليد، وهنا ده غاز، وهنا ده برضو ايه؟ غاز. انا جبت اكسيد الحديد 2، هو عايز اكسيد حديد 3، يعني انا هعمل عمليه اكسده، هعمل عمليه ايه؟ اكسده. يبقى انا عندي الاف اي او هفعله مع غاز الاكسجين في وجود حراره هيدينا اف اي 2 او 3. عايز اوزن الايه؟ المعادله. يبقى احط هنا كام؟ 4 وهنا 2، يبقى انا كده 4 و2 6 وهنا 2 في 3 6، يبقى انا جبت اكسيد حديد كام؟ اكسيد حديد 3، وده برضو عندي سوليد، وهنا ده سوليد، وغاز الاكسجين ده ايه؟ غاز. يبقى انا من اكسالات الحديد 2 جبت هنا اكسيد حديد كام؟ 3. ده بالنسبه للتحويلات، التحويلات دي في غايه الاهميه. في عندي تحويله يا استاذ خالد بعد اذن حضرتك. اتفضل. صح. بيقول لي انا عايزك تجيب لي من الحديد، من الحديد هيدروكسيد حديد 3. عايز سؤال من الحديد، كيف تحصل على هيدروكسيد الحديد 3؟ هيدروكسيد حديد 3 هنا الحديد ما ينفعش افعله مع HCl. انا تعمدت اجيب الجزء ده ليه؟ لو انت عايز الحديد يديك كلوريد حديد 2 فعله مع HCl. طب لو انت عايز الحديد يديك كلوريد حديد 3 تفعله مع الكلور، لان الكلور عامل مواد اكسيديه قوي. يبقى انا بفعل الحديد اللي هو الاف اي زائد الكلور اللي هو سي ال 2 في وجود حراره هيدينا كلوريد حديد 3 اف اي سي ال 3. عايز اوزن المعادله، حط هنا 2 مول وهنا 2 مول، الكلور 2 في 3 ب 6 يبقى احط هنا كام؟ 3 مول. الحديد هنا ماده صلبه، وهنا الكلور عندي غاز، غاز الكلور، كلوريد حديد معهوش ميه ولا حاجه، يبقى ده برضو ايه؟ ملح، يبقى الناتج يبقى ملح صلب. خلاص كده. كلوريد الحديد 3 اللي هو الاف اي سي ال 3 هفعله مع هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ال ان اتش 4 او اتش، بيحصل عندي تبادل مزدوج، هيدينا ايه؟ هيدينا كلوريد امونيوم ان اتش 4 سي ال زائد الاف اي او اتش باي 3، وده عبارة عن راسب بني محمر من هيدروكسيد الحديد كام؟ 3. راسب بني محمر من هيدروكسيد الحديد 3. ده من الأسئلة اللي الطالب برضو يخلي باله منها، الأسئلة في غاية الايه؟ الأهمية. يعني ممكن طالب برضو يفكر بطريقة تانية. ده. هو عاوز هيدروكسيد حديد 3. طب ازاي انا احصل على هذا المركب؟ اكيد مركب يحتوي على حديد 3 مع قلوي. ولذلك سعادتك الحديد فعلته مع الكلور، وعلى اعتبار ان الكلور عامل مؤكسد قوي اداني كلوريد حديد كام؟ 3. ثم فعلته مع ماده ايه؟ قلويه، عشان يبقى برضو الطالب مستسيغ ازاي انا اصل لاجابتي. لازم المعلومه تبقى يعني فرضا هو عاوز هيدروكسيد حديد 2، اذا لابد ايه؟ ملح من املاح حديد 2 مع قلوي. تمام. وهكذا. تمام. طبعا هو سؤال ممتع جدا، نشكر سعادتك عليه، ولكن في اسئله تانية برضو هنتطرق اليها اللي يوضح بالمعادلات الكيميائيه. سؤال مركب. ناتج كل مما ياتي. اول سؤال عند سعادتك بيقول يوضح بالمعادلات الكيميائيه ناتج كل مما ياتي، إضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم إلى محلول كلوريد الحديد 3 ثم تسخين المركب الناتج بشدة. ده من الأسئلة اللي جات سنة 96. سؤال مهم جدا وتكرر كثير جدا يعني. سؤال مركب. تمام. أنا عندي كلوريد الحديد 3 الرمز بتاعه FE CL 3. هو بيقول لي أوقات ما يقوليش هيدروكسيد أمونيوم، ممكن يقول لي محلول النشادر. فالطالب يخلي باله ان محلول النشادر هو نفسه هيدروكسيد الايه؟ الامونيوم.
تفاعله مع 3 مول NH4OH هيدروكسيد امونيا، بيحصل عندي تبادل مزدوج للايه؟ للايونات، فبيديني 3 مول كلوريد امونيوم NH4Cl زائد ال FeOH باي 3. ده عبارة عن راس بني محمر. هو بيقول لي طب ايه اللي يحصل لو سخنت المركب الناتج بشدة، بسخنه لدرجة حرارة اعلى من 200 درجة مئوية، فبيتحلل عندي هيدروكسيد الحالي الثلاثة، يبقى FeOH باي 3 هاخد منه 2 مول وهاخد درجة حرارة اعلى من 200 درجة سلزية، هيديني اكسيد حديد 3 Fe2O3 زائد المية H2O، ويبقى عندي هنا كام؟ 3 مول. يبقى انا كده عندي اداني اكسيد حديد 3 زائد الايه؟ زائد المية. وده احد طرق تحضير اكسيد الحديد 3، احد طرق تحضير اكسيد الحديد 3 ان انا بفاعل الحديد مع الكلور يدي، او بفاعل كلوريد الحديد 3 مع هيدروكسيد الامونيوم يديني هيدروكسيد حديد 3، هيدروكسيد حديد 3 اسخنه لدرجه حراره اعلى من 200 درجه مئويه هيديني اكسيد حديد 3 وميه. دي برضو تعتبر معادله من الثوابت. يعني لو انا بدايتي هيدروكسيد حديد 3 او كبريتات حديد 2 او صدرايت، الكلام ده كله لابد ان انا اعمل تسخين مباشر. ولكن برضو من الاسئله التركيبيه اللي موجوده عندنا يقول لي ايه اضافه حمض الكبريتيك المركز الناتج من تسخين الحديد لدرجه الاحمرار. تمام، اضافه حمض الكبريتيك المركز لناتج تسخين الحديد في الهواء لدرجة الاحمرار. احنا عندنا الحديد FE لما بسخنه لدرجة الاحمرار في اكسجين الهواء الايه؟ الجو. درجة الاحمرار هو غالبا اللي هو 500 درجة ايه؟ مئوية. فبيديني اكسيد الحديد مغناطيسي Fe3O4. طب عايز اوزن المعادلة عشان المعادلة مش موزونة، الحديد هنا 3 بحط هنا 3 مول، وهنا الاكسجين 4 بحط هنا كام؟ 2 مول. يبقى دايما الطالب يركز كده ويقول ايه؟ عند تسخين الحديد لدرجة الاحمرار وتركه في الهواء او امرار بخار الماء عليه يديني اكسيد حديد مغناطيسي. لو اكسجين اكسيد حديد مغناطيسي وبس. طب لو بخار مية اكسيد حديد مغناطيسي وتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. هو عايز اكسيد الحديد المغناطيسي اضيف له حمض كبريتيك مركز. انا عندي اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. طب لما اضيف حمض كبريتيك مركز يبقى هيديني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3. يعني لو قال لي اثبت بالمعادله الكيميائيه ان اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط، يبقى هي دي المعادله برضه نفس المعادله. اذا القصه او الحدوته ان انا عندي معلومه لكن ممكن تتشعب منها الاسئله باكثر من طريقه وشكل. ادي اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو Fe3O4 هفعله مع حمض الكبريتيك المركز H2SO4، ولازم اكتب على السهم مركز كون. بعد لما نكتب المعادله ايه؟ هنوزن. خلاص كده هيديني كبريتات حديد 2 اللي هو Fe2SO4، وهيديني كبريتات حديد 3 Fe2SO4 باي 3 زائد الايه؟ الميه H2O زائد الميه H2O. يبقى اداني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 وميه. عايز اوزن الايه؟ المعادله. ممكن انا اوزن المعادله دي كلها عن طريق الكبريتات. هنا 3 و1 4، يبقى هنا احط ايه؟ 4 مول، وقصاد الهيدروجين هنا برضو 4 ايه؟ 4 مول. يبقى انا عندي اكسيد الحديد المغناطيسي ايه اللي يثبت لي ان هو خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3؟ ان انا اضيف له حمض كبريتيك H2SO4 بس يكون مركز، هيديني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 وميه. ولو جالي في الامتحان في صوره علل، لو قال لي علل ليه اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط، ليه اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مركب، ما جيش اقول له لانه خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3، مش تاخد درجه. طب انت مش عرفك يعني؟ هو بيكلمك اكسيد الحديد المغناطيسي هو هيقول لك انا خليط من ده؟ لا، انا عرفت ان هو خليط ازاي؟ ان لما اضفت له حمض الكبريتيك المركز اداني ملحين،
كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3. طب انا هستغل هذه المعادله ولكيف تميز بين الحديد واكسيد الحديد المغناطيسي. الحديد واكسيد الحديد المغناطيسي، احنا كنا ضفنا حمض الكبريتيك مركز الحديد شوية. المغناطيسي تمام. طب لو ضفنا برضو حمض الكبريتيك مركز للحديد هيكون ايه نتيجه التفاعل، وازاي اميز بين ده وبين ده؟ الله يفتح عليك. انا عندي لو انا بصيت للمعادله بتاعه الحديد مع حمض الكبريتيك المركز اداني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3. لا لسه هنقولها، لسه نكتبها. ادي عندي الحديد اف اي زائد حمض الكبريتيك H2SO4 والحمض يكون مركز مع التسخين 3.8 هيدينا كبريتات حديد 2 FeSO4 زائد كبريتات حديد 3 Fe2SO4 by 3 زائد 4 مول من غاز ثاني اكسيد كبريت زائد 8 مول من المي. طب لو فعلت اكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 زائد حمض الكبريتيك المركز لسه سعادتك قايلها، لسه قايلها من تمام شويه تمام. هيدينا ايه مع المركز؟ هيديني FeSO4 كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 Fe2SO4 by 3 زائد الايه؟ زائد الميه، وكم مول؟ 4 مول. لو انا جيت بصيت للمعادلتين دول هلاقي ان عندي هنا كبريتات حديد 2 وعندي هنا كبريتات حديد 2، هنا عندي كبريتات حديد 3 وهنا عندي كبريتات حديد 3، وهنا عنده ميه وهنا عنده ميه، يبقى مربط الفرس فين؟ في ثاني اكسيد الكبريت. اذا تصاعد اربط بقى مع الباب الثاني اللي بيتصاعد فيه غاز، ما اقولش بقى في حلقه، لا اقول اذا تصاعد، اكلم مبني المجهول. اذا تصاعد غاز ثاني اكسيد كبريت ذو رائحه نفاذه تخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، يبقى ده الحديد، لان لما بتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز بيديني ثاني اكسيد كبريت. ما عنديش اي تصاعد، يبقى ده الايه؟ اكسيد الحديد المغناطيسي. يبقى ده السؤال، مربط الفرس بين الاثنين دول ان واحد مع حمض الكبريتيك بيديني غاز ثاني اكسيد كبريت، وده مواصفاته موجوده في الباب الثاني، والثاني ما بيدينيش غير الملحين والايه والميه. اتفضل لو في. طيب برضو استمرارا لاسئله كيف تميز بين، يقولي كيف تميز بين حمض كبريتيك مخفف واخر مركز؟ طبعا في الحاله ديت برضو احنا هنضيف براده حديد، لكن كان في معادله يعني لسه مستر سامي كاتبها، لما اجي انا اضيف براده حديد لحمض كبريتيك مركز كان بيديني غاز SO2، لكن لو انا ضفت براده حديد لحمض كبريتيك مخفف هينتج غاز يشتعل بفرقعه عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوات الانبوبه. اذا لما اجي بقى اميز بين حمض كبريتيك مخفف وحمض كبريتيك مركز في التمييز، انا بضيف حاجه ثابته بالنسبه للاثنين. اذا اجابتي اذا تصاعد غاز ذو رائحه نفاذه يحول لونه رقم بلانه بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم من البرتقالي للاخضر، يبقى دوت اساسا الحمض المركز. ولكن اذا تصاعد غاز هذا الغاز يشتعل بفرقعه عند تقريب عود ثقاب مشتعل او شظيه متقضه لفوات الانبوبه، فيكون الحمض حمض مخفف. واكيد طبعا هنوضحها بالمعادلات مع مستر سامي. طيب احنا عندنا الحديد لما بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف بيديني كبريتات حديد 2 ويتصاعد عندي غاز الهيدروجين، واحنا عارفين الكلام من التعليم الاعدادي ان غاز الهيدروجين لما بقرب له شظيه مشتعله بيشتعل بفرقعه، والكلام ده احنا حتى درسناه في ثانيه ثانوي، فحته ان الهيدروجين بيشتعل بفرقعه دي حاجه مش جديده علينا. طيب اتقل على سعادتك، اتفضل حبيبي. طب ليه لما فعلنا الحديد مع الاحماض المخففه بصفه عامه تكونت املاح حديدين وليس ثلاثه؟ لان الهيدروجين الناتج من التفاعل ده عامل مختزن. تمام، ده سؤال مهم بالظبط، ده موجود في كتاب المدرسه. تمام، الاسئله دايما تيجي في الامتحان، علل لما ياتي. يتفاعل الحديد مع الاحماض المخففه مكونا املاح الحديد 2 ولا يتكون املاح الحديد 3. الإجابة ببساطة لأن الهيدروجين الناتج من التفاعل عامل إيه؟ عامل مختزن. هنا تصاعد عندي غاز الهيدروجين يشتعل بفرقعة، طب وهنا يتصاعد عندي مين؟ غاز ثاني أكسيد كبريت ذو رائحة نفاذة تخدر ورقة مبللة بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك والبرتقالية الإيه؟ اللون. طيب ده تمييز بين الحديد أو بين حمض الكبريتيك المخفف وحمض الكبريتيك المركب.
ننتقل بسرعة أبنائي وبناتي إلى نوعية أخرى من الأسئلة الهامة جدا، يقول لي أعلل لما يأتي أو فسر أو أذكر السبب العلمي. طب ما تيجوا معايا لسؤال من الأسئلة الهامة جدا في التعليلات تعقيبا على إدبارة والضاية، يقول لي أعلل معظم الفلزات الانتقالية ومركباتها تتجاذب مع المجالات المغناطيسية الخارجية. تاني سؤالنا، وأكيد أنا سمع إجابات حضراتكم معنا بناء على أول سؤال إحنا قلناه، ليه الفلزات الانتقالية معظمها ومركباتها تتجاذب مع المجالات المغناطيسية الخارجية؟ سمعني الإجابة اكيد بيقول لي المفرد يا مستر، خلي بالك هو الاساس بالنسبه للتجاذب. في بعض الطلبه واحنا بنصحح واحنا في التظلمات شفنا الكلام ده، كلمه بيكتب كلمتين كان احنا بنشحت الكلام من عنده، يقول لك لانها مواد باره مغناطيسيه. لا 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 خالص، ما يجيش دي اجابه خالص. لابد ان انا افسر اي خاصيه من خواص الفلزات الانتقاليه الى وجود الكترونات مفرده في مستوى الطاقه الفرعيه دي. معنى انها تتجاذب ان الالكترون المفرد لما بيتحرك داخل الاوربيتال بينشا مجال مغناطيسي يتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي، وده يعتبر سبب رئيسي نوضحه سعادتك. انا عندي العناصر الانتقاليه والمركبات بتاعتها بتنجذب للمجال المغناطيسي، احنا عشان كده بنسميها بارة مغناطيسية. طب ايه العلة؟ لانها تحتوي على الكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي، ينتج عن دورانها المغزلي مجال مغناطيسي ينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي. ادي كده الالكترون، وادي هنا الدوران عكس عقارب الساعة لما بيكون مفرد، لما يكون ايه مفرد، فبيديني قطب جنوبي وقطب ايه شمالي، يبقى عمل مجال مغناطيسي ينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي. كل ما عدد الالكترونات المفرده تزيد كل ما قوه الانجذاب اللي هو العزم المغناطيسي بيزيد. ولكن في معلومه صغيره كده اخلي الطالب، هقول له الطالب خلي بالك، مش معنى ان انا عندي الكترون يبقى العزم بيساوي واحد، مش معنى ان انا عندي اثنين يبقى العزم بيساوي اثنين، لا، عدد الالكترونات المفرده تدل على قوه العزم وليست قيمتها وليس قيمه العزم المغناطيسي. يعني انا بستدل من عدد الالكترونات، يعني انا معايا الكترونين واحد تاني معاه ثلاثه. معلش يا مستر سامي، في لبس قوي جدا في هذا الموضوع، برضو اسمعها تاني من سعادتك برضو بالتفصيل في فرق بين قيمه العزم المغناطيسي وقوه العزم المغناطيسي. احنا اللي موجود عندنا في الكتاب ان كلما زاد عدد الالكترونات المفردة زاد عزم المغناطيس وليس قيمة العزم المغناطيس، لان مش واحد يبقى بيساوي عزم بيساوي واحد. تمام كده. قبل برضو خلي بالي لان طالب برضو لفت نظر الحتة دي، قال لي يا استاذ هو الالكترون مش بيلف ضد عقارب الساعة؟ وعامل له لبس، قلت له ايوه بيلف ضد عقارب الساعة لما يكون مفرد. قال لي طب ما الكرة الارضية بتلف عكس عقارب الساعة بس القطب الشمالي فوق. قلت له يا سيدي الفاضل، المجال المغناطيسي عكس المجال الجغرافي، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فالحاجات دي برضو بتربك الايه الطلب. طيب. يبقى انا الاجابه بتاعتي العناصر الانتقاليه ومركباتها تتجاذب للمجال المغناطيسي لانها تحتوي على الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي، ينتج عن دورانها المغزلي مجال مغناطيسي ينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي. وكمل الشغل بتاعه واقول وكلما زاد عدد الالكترونات المفرده زاد العزم المغناطيسي او قوه الانجذاب. ولو قال لي علل يسبب حمض النيتريك المركز خمولا للحديد. الطالب بقى دايما يخلي باله من الحاجات دي. يعني انا عندي السؤال ده فيه حتتين على فكره. انا عايز الحتتين. طب ماشي اوكي. يعني السؤال الاولاني يقول لك ليه رغم ان النشاط رغم ان الكروم فلز نشط الا انه يقاوم فعل التقلبات الجويه، مش كده؟ تمام. لتكون طبقه اكسيد غير مساميه على سطح الفلز واقيه تمنع استمرار الاكسده، لان حجم جزيئات الاكسيد اكبر من حجم جزيئات ذرات العنصر نفسه. نفس الكلام ده حمض النيتريك. طب ما حمض النيتريك ده عامل مؤكسد، لما بيجي اكسد الحديد بيكون عليه طبقه اكسيد غير مساميه برضه، يبقى حمض النيتريك ده عامل مؤكسد قوي. يعمل الحركه دي مع مين ومين ومين؟ مع الكروم ومع الحديد ومع الالومنيوم، بتتكون طبقه اكسيد غير مساميه على سطح الفلز تمنع استمرار عمليه الايه الاكسده. فلو جه قال لي سؤال في الامتحان قال لي علل لما ياتي، ليه حمض النيتريك ما بيستمرش التفاعل، هو بيتفاعل وتوقف التفاعل، ما بيستمرش التفاعل بتاعه مع الحديد، حمض النيتريك المركز مع الحديد، لتكون طبقه اكسيد غير مساميه تمنع استمرار الايه الاكسده. طب خلي بالي ان الطبقه الغير مساميه دي
احنا ممكن نتخلص منه يا اما بالحك يا اما اضافه حمض هيدروكلوريك مخفف. خلي بالك من المعلومه دي، بنتخلص من الطبقه الغير مساميه اما عن طريق الحك او اضافه حمض هيدروكلوريك مخفف. اتفضل استاذ خالد. طيب يعني احنا كنا خدنا حاجه مهمه جدا، دور فحم الكوك ودور الغاز الطبيعي سواء كان في الفرن العالي او في فرن مادريكس. طبعا عشان تكتمل معلومتنا عاوزين نكتب معادله اختزال خام الحديد بواسطه العامل المختزل اللي هو اول اكسيد الكربون، وبرده معادله اختزال خام الحديد بواسطه الغاز المائي بالنسبه لفرن مادريكس. اذا عشان بس يبقى لي صوره مقارنه. تمام يعني ممكن يقول لي انا عايز تقارن بين فرن العالي وفرن مادريكس، تحس مصدر العامل المختزل اللي هو هنا الكربون هنا الغاز الطبيعي، العامل المختزل نفسه هنا اول اكسيد الكربون وهنا اول اكسيد كربون وهيدروجين، معادله الاختزال. معادله الايه؟ الاختزال. انا عندي في فرن العالي اللي هو الاف اي 2 او 3 هختزله ب 3 مول من اول اكسيد الكربون درجه حراره اعلى من 700، اعلى من 700 درجه مئويه. لو عايز تكتب من 700 ل 900 ماشي، هيدينا ايه؟ هيدينا الحديد اف اي زائد 3 مول من ثاني اكسيد الكربون يتصاعد، وهنا ايه؟ 2 مول. يبقى دي معادله اختزال. خلي بالك ده بيجي في التحويلات، ما هو ممكن يقول لي من هيدروكسيد الحديد 3 كيف تحصل على الحديد؟ يبقى هيدروكسيد الحديد 3 سخنه لاعلى من 200 درجه مئويه هيديني اكسيد حديد 3، اختزله باول اكسيد الكربون يديني الحديد. ده الفرن العالي. طب فرن ميدريكس، ادي اكسيد حديد 3 اف اي 2 او 3 هيتفاعل مع اول اكسيد الكربون والهيدروجين 3 مول من كل ايه؟ من كل مركب. يبقى ده هنا عندي اكسيد حديد 3، عندي 3 مول من اول اكسيد كربون وعندي 3 مول من الايه؟ من الهيدروجين. بتفاعل بالنسب دي هيدينا ايه؟ هيدينا اف اي زائد، احنا عايزين كده كام؟ احنا عايزين 6 اكسجين. يبقى هنا احط هنا 2 هنا بره 2 مول وبره، هنا هنا 4 يبقى هيدينا هنا ايه؟ 3 مول ثاني اكسيد كربون وهيديني 3 مول بخار ايه؟ برضو بخار فوق كده. انا عندي 2 حديد تمام زي الفل. تمام كده. وده هنا طريقه التسخين. دايما حلقتنا مع حضرتك خلاص كده فيها متعة علمية وللأسف برضو كالمعتاد يعني الوقت دهمنا. الحمد لله. بنشكر سعادتك على كل معلومة طيبة حضرتك قلتها، لكن احنا بنعد أبنائنا وبناتنا إن شاء الله إن احنا في حالة استمرار مستمر لمراجعاتنا، ونقول إن احنا المراجعات مراجعات مركزة، نخلي بالنا من أسئلة مدرسة على الهوى. وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أطيب المنى وأرق تحياتنا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.